رجعت لكم مرة تانية من الفاصل علشان أنا شم أحلى ريحة شوربة بصراحة، اللهم إني صايمة أحلى ريحة شوربة ممكن تجربوها، كرات اللحمة بالكريمة. وعلشان نكمل مع بعض النهاردة كسر صيامنا من مطبخ رمضاني جدا جدا جدا. بقول مطبخ رمضاني لاني هو الاكل ده موجود في البلاد العربيه كلها وفي المطابخ العربيه كلها، احنا شويه اللي ممكن يكون جديد علينا، بس صدقوني جربوا ما تخافوش مش هتندموا. وانا اكيد يعني مش هجرب في نفسي في رمضان، فانا الاكل ده كله عاملاه ما تقلقوش يعني مجربه زي زيكم بالظبط كده. تمام، اخد دي كمان. شوية شوربة كده، كده اوكي، مش محتاجة دي خالص. ممكن نحط بس ايه من جنينتنا كده ايه حاجة خضرة في النص كده. وادي طبق الشوربه بتاعنا النهارده. ممكن يتقدم طبق الشوربه ده مع عيش ناشف، توست ناشف، اي عيش باقي من السحور نشي فيه شويه في الفرن او في حته زبده كده وشغليه. يعني انا عندي هنا مثلا احط جنبه، انا عندي عيش ناشف بالذات لو دارك براون او عيش بني كويس قوي قوي مع السلطه دي، وكويس كمان في رمضان. تعالي نشوف بقى، انا قلت مع السلطه يمكن عشان بفكر في السلطه، تعالي نشوف السلطه بتاعتنا هتبقى سلطه التمر حلوة جدا. تمر يعني سنة في الفطار بنكسر بيه فطارنا، تمر يعني صحة، يعني نسبة سكريات نافعة جدا جدا للجسم، ويقال ان العدد الفردي طبعا احسن كتير، بيدي باور يعني من بعد ما تاكلي التمر او تشربي خشافي تمر او الكلام ده كله مش هتحسي بجوع لفترة طويلة. فتعالي نشوف هنبتدي ازاي. سلطة التمر اللي هعملها النهاردة ليها 100 طريقة وطريقة، انا هعمل طريقة سهلة ومكونات موجودة. رمضان يعني مكسرات، نموت احنا في الهيصة في رمضان في اي زحمة في البيت ومكسرات وياميش وحلويات. عندي شوية تمر، جرجير اخضر، طماطم شاري، وعندي طماطم كل ما هشوف الطماطم هقول لكم نفس الموضوع، طماطم سحر لعلاج الصداع بالذات في الصيام. عندي عين جمل، وعندي شوية دبس رمان وخل بلسمك، وعندي شوية سماء. وتعالي نشوف هنعمل السلطة ازاي. سلطة سهلة وحلوة جدا جدا جدا. اللي هعمله شوية الطماطم كده، عايزة بس انا اتبلهم، انا زي ما هما مش يعني عايزاهم زي ما هما، كمان هيكسروا اللون وفي نفس الوقت غيرنا في وجود الطماطم في السلطة بشكل مختلف. شوية خل بلسمك وشوية دبس رمان. لو عندك دبس البلح، بس يمكن ده مش موجود في بيوتنا دايما، يعني لو دبس البلح بيبقى طعمه حلو قوي كده اوكي. شوية سماء، مش موجود يا جماعة السماء في البيت عادي، يعني السلطة مش هتقول لا من غيره. تقليبة بسيطة كده، وحوالي معلقتين زيت زيتون، يعني ريحة الخل والسماء طلعوا في ساعتها، وسنة ملح بسيطة قوي. احنا حاطين خل سنة ملح بسيطة جدا جدا علشان تعمل يعني شوية توازن ما بين دبس الرمان وخل البلسمك. هي السلطة سويت اند ساور، يعني طعم البلح مسكر وعين الجمل مسكر، بس فيه خل وفيه ملح وفيه كمان سنة ليمون. واللي هعمله على طول في الطبق اللي هحط فيه، انا من عشاق السلطه تبقى صحيحه، مكونات السلطه صحيحه كده. وعايزه اقولك ان في معظم البلاد العربيه يمكن كمان اللبنانيين هم اللي معروفين بالموضوع ده، الخضار بيسيبوه صحيح في السلطه. يعني تدخلي اي مطعم تلاقي طبق السلطه نازل لك قد كده، الطماطمايه والخيار كله سليم زي ما هو. احط شويه كده وهنزل بشويه طماطم من ده، عايزة اوزعهم بس توزيعة خفيفة كده.
الدريسنج ده هيدخل في الاكل كله، يعني هيدخل في البلح وهيدخل في الجرجير، فما تقلقيش يعني ان هي مسكره او احنا ما بناكلش سلطه التمر فمش معروف عندنا، جربيها حلوه جدا جدا. يا سلام على الالوان اللي تفتح النفس. احنا كمان هنا كده، واحط شويه من الدريسنج او الصلصه اللي احنا عملناها كده على الجرجير. كده تمام. البلح انا شايله النوى بتاعه، اللي هعمله احط بس في كل بلحيه كده عين جمل واوزعها جوه السلطه. والله عايزه تحطي عين الجمل كمان يعني تبشريه وتحطيه جوه الدريسنج ده، مش هيقول لا خالص، انا بس عايز اغير الشكل مش اكتر من كده. مكسرات يعني زيوت مفيدة جدا للضوافر والشعر والبشرة، طماطم يعني كولاجين، يا ستات يا صايمين كولاجين طبيعي، مش محتاجين ان احنا نبوظ بشرتنا ووشنا ونقول اصل من الصيام، لا خالص. كل حاجة بتحطيها في فطارك بالذات في الشوربة والسلطة، كل حاجة بتحطيها فيهم بتعود على جسمك اوتوماتيك يعني عادي جدا. في ناس يا جماعة صايمين اكتر مننا كتير، اعملي بس موازنة من الحاجات اللي بتاكليها في الفطار بالذات، وان لبدنك عليك حق، يعني خلي بالك من الحاجه اللي بتاكليها على قد ما تقدري، خلي بالك من وزنك بالذات في رمضان. شكلها حلو قوي، شكلها حلو وطعمها حلو قوي وتفتح النفس جدا جدا. ونقدر بقى بالطبق ده ننادي على ام جرجس وام محمد وام احمد وام محسن وام رشا وام عبير، سكان العماره الحلوه بتاعتنا دول، اللي هو دايما انا العاده المصريه دي بعشقها، ويمكن يعني ربنا يديمها علينا عاده، بس يمكن في رمضان بالذات الوقت الوحيد اللي بنتجمع وقت الفطار، يعني مفيش نقاش بقى، ولا حد يقولك مشغول ولا مش عارفه يقولك اصل هنام واكل بعد كده، الوقت ده بالذات محدش بيقدر يعاند فيه. يعني اللمه حلوه، ولو عملنا اكلنا شكله حلو فالاكل حلو واللمه حلوه، ورمضان احلى الاوقات في السنه، يجعل ايام السنه كلها كده رمضان. الطبق ده ممكن تعزمي بقى عليه ايه، بيتهيألي يعني مش محتاجه اي حاجه في سفرتك النهارده، لو الطبق شكله حلو كده حاجه تفتح النفس، وانا اضمن لك ان طعمه حلو جدا جدا. ممكن نحط كمان في ناس كتير بتعمل سلطة التمر بالتفاح، في يوم من الأيام إن شاء الله نعملها. ناس بتعمل التمر ده بدل ما تحط فيه عين الجمل بتحط فيه جبنة قريش أو جبنة فيتا، حاجة كمان تساعد الهضم، سلطة حلوة جدا جدا جدا. نحط هنا كده طماطمية الحتة دي كده، بحاجات بسيطة موجودة عندنا خلال الشهر الكريم. المكسرات بيتهيألي كل البيوت فيها بالذات في رمضان، يعني بحاجة بسيطة، والجرجير اللي في درج التلاجة اللي تحت ده عشان السلطة على طول برضو موجود. غيرنا شوية في التوابل، لعبنا شوية في الدريسنج بتاع السلطة، حطينا حاجة احنا بناكلها طول ما احنا ماشيين في رمضان، يا ريت نحافظ على التمراية اللي كل شوية احنا معديين كده ناكلها، يعني بتدي باور كويس قوي 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 للجسم، نقدر نقاوم بقى ساعات الصيام تاني يوم. عملنا طبق لطيف وشكله حلو وبيتهيألي طعمه كمان اضمن لك ان هو حلو جدا جدا جدا. ودول كانوا اطباقي النهارده، طبق سلطه التمر وطبق شوربه كرات اللحمه بالكريمه، ومن عندي هنا النهارده اتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا، دايما ان شاء الله هيبتدي معايا هنكسره بطبق شوربه وطبق سلطه. اشوفك في حلقه جديده، يعني طبق شوربه جديد يعني طبق سلطه، يم يم يم، هنكسر بيه صيامنا كل يوم ان شاء الله خلال الشهر الكريم معايا، مش بس معايا من عندي انا، زمايلي ان شاء الله هيكملوا كل اطباق سفرتك من عندنا. ان شاء الله متمنين متابعتك دايما خلال الشهر الكريم على قناتنا قناه ست البيض. رمضان كريم ومستنياكي بكره، باي باي.